إلى أبرز أخبار كورونا في عالمنا العربي وعبر العالم. أكدت السلطات البنغالية وفاة أول لاجئ من الروهينجا بفيروس كورونا عقب تزايد الإصابات في المخيمات الشاسعة التي يقطنها أكثر من مليون من مسلمي الروهينجا منذ فرارهم من ميانمار. اللاجئ الذي يبلغ من العمر 71 عاما توفي في مركز عزل أنشأته الحكومة ووكالات الإغاثة، وتأكدت حتى الآن إصابة 29 لاجئا من الروهينجا على الأقل. ونشير إلى أن الكثافة السكانية داخل المخيمات تبلغ 440 ألف شخص لكل كيلومتر مربع، وهو ما يعني أن مخيمات اللاجئين تضم أكثر من 40 ضعف متوسط الكثافة السكانية في البلاد. أبحرت باخرة نقل أو تقل مسافرين من الجزائر العاصمة نحو مارسيليا جنوب فرنسا وعلى متنها 1000 شخص في أول رحلة بحرية منذ تعليق الرحلات البحرية بين البلدين بسبب وباء كوفيد-19. وصارت هذه الرحلة في ظل امتناع عن فتح المطاعم على متن الباخرة، إلا أن الطاقم وزع على المسافرين وجبات سريعة ومشروبات. ونقلت الباخرة مواطنين فرنسيين وجزائريين مقيمين في الضفة الأخرى ظلوا عالقين بسبب منع النقل والتنقل منذ انتشار فيروس كورونا المستجد. أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان إصابته وعائلته بفيروس كورونا، بينما يستمر تفشي الوباء في هذا البلد الصغير في القوقاز بعدما باتت مستشفياته تغص بالمرضى. وسجلت أرمينيا نحو 10,000 حالة إصابة بكورونا، من بينها 139 وفاة. وأعلنت السلطات الطبية الأسبوع الماضي أنها تريد تقييد الدخول إلى العناية المشددة وحصره فقط بالمرضى الذين تتوفر لديهم فرص أفضل للنجاة. واعتبر باشينيان الوضع خطير جدا ودعا إلى تجديد القيود، وأقر بأن الحكومة فشلت في فرض التقيد بالعزل وأسف لثقته الزائدة بحس المسؤولية لدى المواطنين. أعرب طلبة جامعات عراقية عن قلقهم من خوض تجربة الامتحانات الإلكترونية التي أقرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حرصا على سلامة الطلبة من تفشي وباء كورونا خلال الامتحانات. يبدي الطلبة تخوفهم من ضعف شبكة الإنترنت وانقطاع التيار الكهربائي أثناء الامتحانات، بالإضافة إلى مخاوف من غياب الرقابة عن أجواء أداء هذه الامتحانات. تجربة جديدة يستعد لها طلبة الجامعات العراقية، الامتحانات الإلكترونية، الوسيلة البديلة لاختبار طلبة الجامعات وتقييم مستوياتهم العلمية، لكنها تجربة لا تخلو من تحديات. يقول الطلبة إن أبرزها ضعف الإنترنت وعدم توفره لدى كثير من الطلبة. تتوقف الكهرباء وضعف الإنترنت، والطلاب بعضها ليس لديها أجهزة حديثة أو قديمة، حتى القديمة يعني ما تفيد في هذه البرامج الجديدة مثل سكايبي مثل الميت. تسعى الجامعات لاستحداث أساليب حديثة لتسهيل الامتحانات إلكترونيا. أطلقت منصات إلكترونية خاصة ومجموعة تطبيقات تعمل سواء توفر الإنترنت أو انقطع. تقول الجامعات إن صياغة الأسئلة تحول دون الغش. تسعى الآن جامعة البصرة على وجه التحديد الاتصال بشركات الاتصال المتوفرة في محافظة البصرة، زين آسيا سيل والشركات الأخرى، على توفير قدر الإمكان توفير خلال فترة الامتحان open access وصول متاح للجميع على المنصات الإلكترونية. الطلبة المتفوقون يرون أن الامتحانات الإلكترونية ليست موضوعية ولن تعبر عن المستوى الحقيقي لجميع الطلاب. وراح تقل فرصة الطالب المتفوق يعني بصراحة، لأن الطلاب يريد معدل جيد يعني يميزه، أو ممكن أن يكمل ماستر، أو ممكن هذا التقييم يفيده يعني معنويا، وحتى ممكن فرصة تعيين أو غيره أكيد راح يقل درجة كبيرة يعني مو صغيرة.
أسابيع تفصل الطلبة عن خوض الامتحانات الإلكترونية، امتحانات لا يزال كورونا يحول دون انعقادها. تباينت آراء العراقيين حول تجربة الامتحانات الإلكترونية، بين مؤيد يراها فرصة لاجتياز عام دراسي دون الحاجة لحضور امتحانات تقليدية في قاعات وأمام مراقبين، وبين معارض يراها غير موضوعية ولا تقيس أداء الطلاب بطريقة دقيقة. مازن طيار، العربي، البصرة.